تاريخه حافل بالبطولات في صفوف جيش التحرير الوطني، تقلد عدة مناصب عسكرية وسياسية، خاض عدة معارك طاحنة بكل من جبال عيسى ومز والملح بولاية عامة، كما عرف بالتخطيط وجمع الأموال للتسليح هو المجاهد نوري قادة. قال يا ودي راهم يحرك والعسكري يبلعوا الباريال المغرب والصباح ثاني يحلوه. أيها كان عندنا واحد الثلاثي جندي والله قالت الراعي ليها اللي عنده السلاح، قال صالح ميلودي حسن أنا نمشي معاك، وعطوه يقول أبو بريس محمد. أيها جينا صبحنا في الحرشاية قبل عندي السلاح مات 2 و3 غلطة سامة غلطة صاحب تفرح. ألقي عليه القبض ليعذبه الاستعمار الفرنسي بالمشرية، وبعدها بسجن صعيدة بأبشع طرق. قام بدور كبير إبان الثورة التحريرية بوضع القنابل عبر الحواجز، وكان هو المسؤول تاعنا، كان إنسان حنون وإنسان صبار وإنسان مخلص لهذا الوطن ولأجل شباب اليوم صعد اللي راه اليوم مستقل. احنا السكتور اللي كنا فيه الأول يقول له السكتور قسم الرابع مات، كنا أقسام، ومن بعد الرابع ولا هو في القسم الثالث مات، وكنا احنا جنود كل واحد هو مسؤولية اللي أعطوها له انت عملية انت فداء انت على مبسكات يدخل المعركة. هذا الرجل هذا اللي أقول له قدامنا عاش معايا من 56 إلى سنة 1959، عشنا في كنا في الجيش، ومن بعد وقع التقسيم تاع الجيش هو قاعد هنا وأنا وأنا مشيت للحدود. نوري قادة نقش اسمه من ذهب في تاريخ الجزائر، ضحى بالغالي والنفيس من أجل حفظ رسائل المجاهدين.